السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله إنكم طيبين. جبت لكم اليوم قصة مرة حلوة إن شاء الله تعجبكم. لا تنسوا تعملوا لي لايك وكومنت، وكمان اشتركوا في قناتي، ولا تنسوا كمان تفعلوا زر الجرس عشان إذا نزلت لكم أي قصة تجيكم على طول. صاحبة القصة تقول: أنا مجروحة ولا أعرف وش أسوي، مقطوعة وقلبي ينزف من اللي صار لي، تكفون انصحوني وقولوا لي وش أسوي. إحنا 3 بنات وولدين، توفى أبونا وإحنا صغار، وربتنا أمي تربية حسنة ما أنكرها، لا حشا، ربتنا وعطفت علينا وعطتنا كل ما تملك، وإحنا بالمقابل ردينا لها التربية وأكثر وما قصرنا. وقصتي كالآتي: أنا تزوجت بعمر صغير، كنت وقتها أدرس وكنت قطوة مغمضة، يعني ما أعرف أي شيء من الحياة هذه أبدا، من بيتنا لبيت زوجي، وكان أول شخص وأول رجل يدخل حياتي. كنا ساكنين في بيت الحمولة، واللي ما يعرف الحمولة هو بيت الأم والأب للرجل، يعني بيت أهل زوجي. طلعت من عش أمي لبيت الزوج والأهل، وللأسف كنت أخدمهم، ومعاشرة الكبيرين السن. كنت عايشة حياتي وتركت دراستي وقعدت أخدم زوجي وأبوه وأمه. وكان زوجي عنده أخ بس كان مسافر وقتها، هو وزوجته وعيالهم كانوا مسافرين برا الديرة عشان وظيفته وكذا. المهم أنا جبت ولدين كلهم صبيان الحمد لله، وكانوا أجمل ما جبت في الحياة هذه. كان ولدي الأول عمره سنة والثاني عمره 3 شهور، لأنهم ورا بعض. وأول ما تم ولدي الثاني 3 شهور رجع أخو زوجي وعائلته وسكنوا معانا بالبيت، ومن رجعتهم بدت القصة وتغيرت حياتي بالكامل. من أول يوم رجع أخو زوجي وزوجته ما شاء الله تبارك الله ماكل الجو بالبيت، وتقربت مني وكانت كريمة جدا 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 معايا من كل النواحي. يعني وقتها عاد أنا كان عمري صغير وجاهلة ما أعرف شيء، وكل حاجة يلفت انتباهي، شيء بسيط جدا يلفت انتباهي وأنجذب له ويصير شيء كبير بالنسبة لي. للأمانة أنا انجذبت لمرة حماي وصرت معاها في كل شيء، في كل 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 شيء. أول طلعة لنا كانت يوم من الأيام، قالت لي: إيش رأيك نطلع نتسوق؟ واستأذنت من زوجي وقال عادي، ورحنا. ومن هالروحة ابتديت أعرف شيء عمري ما عرفته ولا شفته أبدا. طلعنا المجمع وكان يتبعنا واحد، وقتها كانت هبة الكل عنده تلفون وموبايل، وهي كان معاها واحد وتكلم فيه، وكانت تتكلم الشخص اللي يتبعنا. دخلنا محل كان غالي بشكل ما تتخيلون، كان غالي جدا جدا، وأنا منبهرة جدا. وقامت تشتري من ذا وتحط من ذا وتاخذ من ذا وتقول لي: وش عاجبك اخذيه، أي شيء تجي في عينك وعاجبك خذيه على طول، ولا تشيلين هم فلوسه، الفلوس مدفوعة. ونشتري 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 لين ما خلصنا كل شيء. ووصل وقت الدفع وقالت للي تشتغل في المحل: اخذ الفاتورة للي برا خليه يدفع. وفعلا راحت البنت للي برا وهو دفع، ومن هنا عرفت أنا هي شلون عايشة. وبعدها خلصنا وركبنا السيارة وقالت لي بالحرف الواحد: تبين تعيشين لا تعلمين شنو صار اليوم، وخليكي معايا وراح أخرجك بالخير. وأنا مستانسة وفرحانة عشان معايا كم كيس فيه أغراض ناقصتني، ما كنت أعرف السوق أصلا ولا عمري شفته، حتى تجهيزي أمي اللي جهزته لي. وكل يوم على هالحال، وكل مرة سبحان الله رجل شكل. أول شيء كنا نفتر بالأسواق، يعني نلفلف ونلفلف ونلفلف بالأسواق، وبعدها اتطورنا قمنا نقعد في كافي يا الله ونسولف. وكنت أول شيء أموت من الحياة، وبعدها تجرأت شوية لأنه في كل قعدة نقعدها بالكوفي كان ينحط لي هدية قيمتها مرة كبيرة. المهم صار لي على ذا الحالة مع مرة حماي 3 شهور، وإحنا من سوق لكوفي ومن كوفي لسوق، وكل واحد شكل، والهدايا تمطر علي طبعا.
طبعا زوجي ما لاحظ أي شيء، لأني كنت أطلع شيء قدامه، أو بالأحرى ما كنت مهمة عنده، كان همه أقوى بأمه وأبوه، وأعطيهم إبرة السكر وأقيس ضغطهم وأعطيهم أدويتهم، هذا أهم شيء عنده. هذا كان شغلي أصلا، كل فجر أقوم وأسوي، وبعدها أرجع أنام، ومن المغرب أطلع مع مرة حماي وعلى هالموال. 3 شهور فقط، لا زادت ولا نقصت، من رجعت مرت حماي ومشتني معاها بهالطريق. ومن يوم من الأيام ونفس كل مرة بهالكوفي، وطبعا الصدمة اللي صارت لي إني أنا أصلا كنت فاسخة النقاب وقتها، لأن أنا أصلا منقبة، بس وقتها سبحان الله شلت النقاب. كنا قاعدين مع واحد، ومرت حماي كانت معايا طبعا، وقامت تقول بخليكم على راحتكم، وخلتنا وراحت السوق تتسوق، وأنا كنت جاهلة وبزر وطفلة وغبية. غرتني الدنيا، شافتني واحدة من صديقات أمي وصورتني، صورتني يا ناس فيديو، واحتفظت بالصور وعلمت أمي عليا. نسيت أقول لكم، ترى من رجعت مرت حماي وجرتني معاها بهالطريق، ما كنت أزور أمي أبدا ولا أجي أهلي، حتى اتصال ما كنت أتصل عليهم، ما أتصل على أمي ولا على أي أحد من أهلي. هي تفقدني وتتصل، وأنا أعطيها أعذار واهية، مرة ما أقدر، مرة ولدي تعبان، مرة مدري إيش. تصوروا، 3 شهور ما رحت لأمي أبدا ولا جيت بيت أهلي أصلا. المهم صديقة أمي راحت لها وورتها الصور والفيديو اللي أخذته، وقالت هذه بنتك صح؟ شفتها جالسة بكوفي وقاطة نخابها ومع واحد غريب. وأمي الصدمة اللي للآن مو مستوعبتها هي هنا. أمي اتصلت على زوجي على طول بدون ما تكلمني أنا حتى، وتقول لي تعالي يعني، وحتى تضربني أو تعاقبني أو تعاتبني أبدا، على طول اتصلت على زوجي وقالت له تعال أنت وياها، أبيكم بموضوع ضروري. وطبعا أنا ما كنت أدري أمي إيش عندها، كنت أقول يمكن فاقدتني، يمكن مشتاقت لي، ترى لي تقريبا 3 شهور ما شفتها. المهم رحنا أنا وزوجي لأمي، وأول ما دخلت قلت السلام عليكم وجلست أسلم عليها. أول ما جلست أسلم عليها دزتني على طول ومسكت زوجي وقالت له تدري ولا ما تدري؟ أنت شكلك جالس على عماك، تدري إنه مرتك تمشي بالدرب الشين؟ تدري إنه زوجتك تمشي بالدرب الشين؟ شوف وش تسوي من وراك يا المغدي يلي ما تدري عن شيء. أنا هنا جاني هبوط ولوعة وتعب وعرق من الخوف والرعب، وفي نفس الوقت خنقتني العبرة من تصرف أمي، وشلون فضحتني عند زوجي، مهما كان هذه أمي، مهما كان يعني أنا بنتها. طبعا ما أقول لكم إيش اللي صار، طبعا زوجي وقتها سكت ولا قال ولا كلمة. عاد أنا هنا قلت خلاص، جاني الرعب بكل أشكاله، دام انه سكت وما سوى فيني شيء ولا قال اي شيء لامي، وطلع وامي مسكتني وقالت لي علميني شلون وصلت لهالمرحله، شلون وصلت لهالامر. طبعا انا من الخوف والرعب علمتها بكل شيء، علمتها بمرت حماي، وعلمتها بكل شيء صار لـ3 شهور هذه. وقامت ودقت على زوجي وعلمته بكل شيء. هذه الصدمه الثانيه، كل اللي قلت لها راحت وعلمته زوجي. طبعا دخلت غرفتي وأنا بحالة الله يعلم فيها، وأمي ولا كلمة، ولا كلمة حلوة، ولا سلام، ولا شيء، حتى الأكل ما كنت آكل. تقريبا مر أسبوع على السالفة هذه وأنا بعيدة من عيالي وبعيدة حتى عن أهلي، يعني جالسة في الغرفة هذه بس يا دوبني آكل لقمة واحدة في اليوم، وصرت تعبانة وصرت مرة مهووسة خلاص أبغى أشوف عيالي. المهم مر أسبوع ويدق الباب، يجيني مين؟ تجيني أمي تقول لي قومي يلا عندك واحد في الباب يبي يكلمك، يلا قومي. وحتى لو أقول لكم كيف تتعامل معايا الله لا يوريكم. المهم مندوب طلع اللي برا، مندوب المحكمة، وجاي يعطيني ورقة طلاقي. تخيلوا، من شفت الورقة مت مليون ميتة، وانقهرت وشبيت، وكل أنواع التعب حسيت فيه ذاك اليوم. سميت بالرحمن وهديت شوية، قلت خليني أرجع أكلمه، يمكن يحن، يمكن شيء يصير شيء، الله أعلم.
رجعت كلمت ويرد علي بكل برود: نعم. قلت: أبي عيالي. تكفى الله يخليك، أبي عيالي. قال لي: مالك عيال عندي، وإن سويتي أي شيء ترى بعرض صورك للمحكمة. تدرون أن أمي حولت له كل الصور والفيديوهات. المهم قال لي: بحول كل صورك بعرضهم بالمحكمة وأقول لهم أنك ما تصلحين تكونين أم. مسكني من إيدي اللي تعورني، طلقني وخذ عيالي مني. والسبب مين؟ أمي. إيه أمي هي السبب. أول مرة أشوف أم تفتن على بنتها، أول مرة أشوف أم تفضح بنتها وتخرب بيتها، أول مرة أشوف أم تحرم بنتها من عيالها. يا ليتها قتلتني ولا سوت اللي سوته. ويوم واجهتها قالت لي: أبي مصلحتك. وين المصلحة؟ وين المصلحة يا أمي؟ وإنتي فضحتيني، وإنتي هدمتي حياتي ودمرتيني. وين المصلحة يا أمي يا مربية يا فاضلة؟ وين؟ المهم زوجي طلقني وخذ عيالي، وأنا انكسرت وأنا طفلة ما أعرف الصح والغلط. واللي كسرني أمي، وشتتت عائلتي. أمي حرمتني من عيالي. أمي الكل يغلط وربي يستر على عباده، وكل أم تستر على عيالها إلا أمي. ما أدري ليه سوت هالشي، وشنو كان هدفها أصلا. ما كأني بنتها الجاهل اللي الصغير اللي خلتها ما تكمل دراستها وزوجتها وهي صغيرة. المهم أنا غرروني الكبار، حتى ما قالت في نفسها، بمرت حماها كبيرة يعني هي اللي غررتها واللي هي اللي السبب، يعني ما قالت شيء أبدا. على طول راحت وفضحتني. على بالكم تحسفت وبان عليها التعب من طلاقي وتشدد عائلتي؟ أبدا، بالعكس كانت مبسوطة كأنها سوت اللي كان لازم يتسوى. المهم قعدت 3 سنين في بيت أبويا، قعدت وأمي هاجرتني وكأني سويت جريمة، ولا كأنها غلطة، كأني قتلت قتيل، ولا كأنها غلطانة أصلا بحقي. أنا من مضى على طلاقي 6 شهور عاد وقتها استوعبت الحياة. قلت: لا، لازم أقوم وأكمل دراستي، لأن شهادتي هي قوتي، شهادتي هي اللي تنفعني. لا زوج ينفعني، ولا عيال ينفعوني، ولا أمي ولا أهلي، ما حد ينفعني. وقتها كنت آخذ راتب الشؤون حق المطلقات، وكانت كل شهر تجيني الخدامة، خدامة أمي، وتقول لي: ماما تقول لك هاتي الراتب حق الشؤون. فوق أن أمي سبب طلاقي تاخذ كمان من راتبي، وهي أساس الراتب أبويا دبل الدبل عن راتبي ب1000 مرة. حتى لما أرجع من الجامعة ما ألاقي شيء آكله، حتى من بقايا الغداء كانت ترميه للحيوانات للبسس. ما كان لي أبدا ولا شيء. المهم بعد 3 سنين طلعت في دور بروحي، وكنت وقتها آخر كورس أتخرج على طول. طلعت وخليت بيت أهلي، خليت بيت أمي الكبير، خليت البيت اللي صح هو كبير بس ما في أي حنية ولا دفى، ما فيه إلا أم تحب تخرب على عيالها في كل حاجة. أي فرحة وأي راحة يكونوا في عيالها ما تبغاه، لازم تخرب عليهم. أقول لكم مش كانت تسوي، أخوي الكبير كان يحب واحدة وقال لأمي يخطبيها لي، وحطت أمي عليها سالفة وتكلمت في عرضها وكرهت أخوي فيها، شوهت سمعة البنت وشرفها. للأسف أخوي الثاني أمي كانت دايم تحرضه على زوجته لين قطت عيالها الستة عليهم وراحت وتزوجت. صراحة هذه أهنيها أنا من جد. المهم أختي اللي كانت مع أمي قلبا وقالبا جاتها حوبت حبيبة أخوي الكبير. عاد أختي الصغيرة ما حد خطبها من لسان أمي وقشارتها على الكل. أمي تراها سيئة حتى مع الجيران والكل يدري. المهم أنا طلعت بروحي والحمد لله، أخواني وخواتي يزوروني في كل وقت، عيالي عاد كبروا وسافروا للدراسة ومتابعة أخبارهم، ولا قدرت أكلمهم أصلا، لكن إن شاء الله راح أكلمهم بس أدور الوقت المناسب. أنا الحمد لله صرت مهندسة من جد. اللي صار لي قومني، شريت لي بيت حلال بلال الحمد لله، لكن أمي ما راح أسامحها لين يقبروني. أما طليقي تزوج وعاش حياته وكمل أموره ولله الحمد، هو اللي ربى العيال
الحمد لله زوجته ما أذت عيالي، كانت بنت حلال، وعيالي الحين الحمد لله زي ما قلت لكم. أما مرت حماية للآن ما حد يدري. صح أمي علمت زوجي كل شيء، لكن الأدلة كلها كانت ضدي أنا، هي ما كانت باينة أبدا، فأنكرت كل حاجة وتابت ورجعت للطريق المستقيم ووقفت كل شيء، والله يتوب عليها. أنا صراحة ما راح أنقهر منها، ليش؟ لأنه هي قالت لي وأنا اللي قلت أوكي، دام هي تابت وأنا تبت وإن شاء الله ربي يتقبل مننا كلنا يا رب. بس أنا اللي مقهورة منها هي أمي واللي سوته فيني. أنا الحين أمي أحيانا تحاول إنها تقول لي يعني آسفة، بس ما تقول لي يعني بصريحة العبارة، لا، أحيانا ترسل لي شيء، أحيانا تتصل علي تقول لي كيف حالك، لما أقول لها الحمد لله طيبة تقفل، يعني أحيانا تكلم أختي الصغيرة، بس لكن للآن أنا شايلة عليها من جد، قلبي مرة معورني للآن، للآن ماني قادرة إني أسامحها، وما راح أسامحها أصلا. بس أبغاكم تقولوا لي، أنا عارفة إني اللي سويته غلط، بس إني كنت صغيرة، كنت جاهلة وغبية، لكن هل كان المفروض إن أمي تسوي اللي سوته، ولا كان المفروض إن أمي ما تفضحني؟ حتى لو قتلتني كان بإمكانها تسوي فيني اللي تبغاه، بس لا تفضحني. المهم خلصنا قصتنا والحمد لله. الحين أنا بقول لكم عن رأيي الشخصي. أنا أقول لكم الحين إنه أنا حاسة إنه البنت هذه من جد يعني انظلمت. صحيح إنه هي غلطانة، بس الواحد لما يغلط لازم نحتويه، لازم نعرفه، بالذات إذا هو صغير، وبالذات إذا في المكان أطفال. كان المفروض إنه أمها ما تفضحها بالشكل هذا ولا تسوي اللي سوته. يا ريتها لو أخذت بنتها تحت حضنها، لو ضربتها ضرب العالمين، لو إنها قتلتها كان ممكن، بس إنه تفضحها قدام الغلق وكذا، وقدام زوجها، وتخليها تخسر بيتها، وغير عن كذا كمان إنه يعني في بينهم أطفال. الحين دمرت الأم كل حاجة. يعني أنا الحين حسيت إنه الأم للأسف البنت هذه ما تعاملت معاها كأنه بنتها، لا، تعاملت معاها كأنها عدوتها للأسف الشديد. بس إيش بنسوي؟ في أمهات كذا، وفي أمهات من أفضل ما يكون، وفي أمهات أسوأ من هذه الأم كمان. المهم خلاص، أنت الحين دام إنه وضعك الحمد لله تيسر، وأحلى شيء صار في حياتك إنك قدرتي توقفين برجولك من بدري، ما جلستي سنوات وسنوات تندب حظك وتقولي صار لي وصار لي. الحمد لله تعلمت من قصتك وقمتي وشفتي نفسك وأخذت شهادة وسويتي لك إنجاز كبير في الحياة. حتى بكرة عيالك إذا رجعوا لك يشوفونك إنك أم منجزة، مو بس إن أم يعني قاعدة تندب حظها وتقول أنا حزينة وأنا مقهورة. أحلى شيء في الحياة هذه إنه إحنا لما نغلط نتعلم من غلطنا ونبدأ من أول وجديد حياتنا ومن أفضل ما يكون. أتمنى إن شاء الله إنه ربي يغفر لك، ويغفر كمان لمرت حماكي بما إنها تابت وفتحت صفحة جديدة هي كمان في حياتها، وإنتي فتحتي صفحة جديدة في حياتك. إن شاء الله أتمنى لكم كل خير، ولازم كلنا دائما ناخذ عبرة من قصص الثانيين، من قصص الآخرين، لازم نشوف يعني ناخذ عبرة، ولازم ما نغلط غلطاتهم. إن شاء الله خلصنا قصتنا كده، وخلصت الرأي الشخصي، وإن شاء الله أشوفكم على خير قصتنا الجاية. وأتمنى إنكم تكتبوا لها كلام، يعني كلام يرفع معنوياتها، كلام حلو، كلام كويس إن شاء الله. يعني ما نبي سب، ما نبي قذف، ما نبي أشياء مو كويسة. أشوفكم إن شاء الله على خير. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا تنسوا تعملوا لي سبسكرايب اللي هو الاشتراك، تشتركوا بقناتي، ولايك على القصة، وكومنت حلو زيكم، وتفعلوا زر الجرس عشان إذا نزلت أي قصة جديدة تجيكم على طول. أشوفكم على خير إن شاء الله.